طبعا بعض الأمثلة إنه ما ينطيني عدد البراغي وما ينطيني أبعاد البرغي هو يطلبها، فبهالحالة راح أفرض نوع برغي مناسب. طبعا أفرض أنه نوع البرغي بأبعاد مناسبة وذات حس هندسي، يعني حسب قيم اللي موجودة بالجدول. فعلى الغالب دائما أختار الأم 24 أم 22 إلى آخره، فأختار القطر مثلا. طبعا هاي الفكرة مال هذا الكلام موجودة بالمثال كتاب خورمي تصميم المكائن. هو كان رايد القطر أو رايد نوع البرغي، فش سوى؟ فرض هو نوع برغي اللي هو أم 24 وحل. فمن حل راد يتأكد انه يشوف الحل مالته صحيح لو لا، فرض سمك اسطوانة اللي هو على الغالب يفرض 10 مليمتر. طبق هذا القانون دي بي، يعني قطر الخطوة للاسطوانة راح تساوي للقطر الداخل للاسطوانة زائد 2 في التي في 2 في السمك زائد 3 في الديوان. الديوان اللي هو القطر الرئيسي للبرغي، هذا طبعا قلنا هو كان فارضة، يعني فارض قطر للبرغي وطبق هاي العلاقة. بعدها قلنا راح يطلع الدي بي قطر الخطوة للأسطوانة. هسه يطبق هاي المعادلة دي بي تساوي لي باي في الدي بي، يعني الكابيتال دي بي هاي اللي طلعها من فوق مقسوم على عدد البراغي، طلع عنده رقم. هذا الرقم لازم يكون بين العشرين جذر ديوان وبين الثلاثين جذر ديوان، يعني الديوان اللي كان هو فارضه. فإذا كان بين هالرقمين فمعناه فرضيته صحيحة، وإذا لا فلازم يعيد الحل، يبدي يفرض يعني قطر جديد ويحل. فيعني هاي الحل المظلل اللي تحت حل سؤال اثنين. احنا سؤال اثنين ينتهي لحد ما طلعنا نوع البرغي ام 18، لكن هاي الملاحظة في حال اذا ما انطاني قطر بالسؤال او ما انطاني نوع البرغي وما انطاني عدد البراغي، يعني بهالحالتين اذا ما انطاني قطر وما انطاني عدد براغي، اذا انطاني عدد براغي ممكن ينحل مثل هسه السؤال الثاني، بس اذا ما انطاني لا قطر ولا عدد براغي فلازم اطبق هاي النظرية. هسه نجي حل السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول find the size of 14 بولتس، يعني نطلع قياس 14 برغي، يعني هو اطلع قياس برغي واحد، يعني نوعه القصد منها نوع البراغي اللي استعملها بال CI steam engine cylinder head، محرك او رأس اسطوانة محرك احتراق بخاري. the diameter of the cylinder، قطر الاسطوانة نعطيني 400 مليمتر، هذا طبعا قطر اسطوانة المحرك. and the steam pressure، ضغط البخار is نعطيني 12%، نعطيني يعني الضغط 12% نيوتن على المليمتر مربع. take the permissible tensile stress، انه اجهاد الشد المسموح ب 35 ميجا باسكال. فبالبداية اجي اكتب معطيات السؤال، وبعدها ما دام منطيني قلنا ضغط ومنطيني جهاد شد اكتب قوانينهم. فكتب قانون الضغط البرشر اللي يساوي للقوة على مساحة الاسطوانة، القوة راح تساوي للضغط في مساحة الاسطوانة وسطين الطرفين، الضغط منطيني 12% في المساحة اللي هي باي على 4 في قطر الاسطوانة 400 تربيع، راح يطلع عندي 15072 نيوتن. هاي القوة الكلية على البراغي، لازم اطلع القوة على البرغي الواحد، اقسم هاي القوة الكلية على 14 على عدد البراغي، راح تطلع عندي 1076 نيوتن. هاي القوة على البرغي الواحد. اجي اكتب قانون اجهاد الشد، لان هو منطين اجهاد شد بالسؤال، فاكتب قانونه. اجهاد الشد يساوي للقوة اللي على البرغي الواحد مقسومة على المساحة اللي هي باي على 4 في القطر الثانوي التربيع. اجهاد الشد مطلع 35 والقوة اللي على البرغي حسبتها 1076 ومقسوم على المساحة وسطين الطرفين، صعد الدي سي تربيع وانزل 35،
راح يطلع عندي الدي سي تربيع 39، الجذر يطلع 6.24. اروح للجدول اشوف القطر الثانوي 6.24 وين موجود، اللي هو قلنا الحقل رقم 5، ف 6.24 موجودة بين 5.77 وبين 6.46. اختار الرقم الكبير اللي هو 6.466 واعرف النوع اللي هو M8. طبعا حسب الناتج اللي بالسؤال اللي يقول انه الحل M24، هو لا، الحل يطلع M8 طبعا بالمقارنة مع مثال الكتاب، لان مثال الكتاب كان الضغط اعلى وال يعني الضغط كان اعلى بالسؤال والقطر اكبر وجهاد الشد اعلى، فانه طالع عنده M24. فهنا من قللنا الضغط وقللنا اجهاد الشد فقطر البرغي راح يقل. اذا فرضنا انه في حالة اذا كان الضغط 1.2 ميجا باسكال راح يكون الحل يطلع M24 مثل حل الكتاب. طبعا هاي نفس الخطوات اللي هسه شرحناها قبل قليل. راح يطلع عندي القطر الثانوي يطلع 19.77، اروح للجدول ما عندي 19، عندي اكبر 20.320، وعلى اساس اعرف نوع البرغي اللي هو M24. هسه نجي السؤال الخامس، ايضا من طين اسطوانة احتراق داخلي، محرك احتراق داخلي، الضغط انها 1 نيوتن على المليمتر مربع، 1 ميجا باسكال، مربوطة ب 12 برغي، ومن طين القطر للاسطوانة 300 مليمتر. هنا ايش قال لي بالسؤال؟ قال لي السوفت كوبر جازجت، هنا منطيني حشوة، هاي الحشوة اللي نستعملها من نربط رأس الاسطوانة مع الاسطوانة، يخلون هاي الحشوة اللي هي الجازجت بين الرأس والاسطوانة. فاذا انطاني هاي الحشوة، يعني قال انه استعمل حشوة مثلا نحاسية بالسؤال، هنا راح يختلف عند الحل شوية. هسه راح نعرف انه شنو الاختلاف اللي يكون بالحل. يقول لي determine the size of the bolts، يعني يريد انه قياس البراغي اللي مستعمليها بهاي المسألة، وقال لي انه عندي الاجهاد اللي على البراغي يعني اجهاد الشد ما يتجاوز 100 ميجا باسكال. فبالبداية اكتب معطيات السؤال اللي هن الضغط وعدد البراغي قطل الاسطوانة واجهاد الشد. هنا قلنا من ينطيني الحشوة حتى تمنع التسرب بالاسطوانة؟ القوة الكلية اللي موجودة بالاسطوانة اقدر استعملها من هاي العلاقة البي اللي هي القوة الكلية، راح تساوي للبي 1. البي 1 اللي هي الانيشال تينشن اللي معادلته قلنا 2840 في القطر الرئيسي، واكو مصادر تستعمل 2860 ماكو مشكلة، المصدرين صحيحة، زائد الكي. الكي هذا ثابت خاص بنوع الحشوة. في البي 2، البي 2 اللي هي القوة الخارجية احسبها من المعادلة او من قانون الضغط، مو عند الضغط القوة على المساحة، فهاي القوة هي الخارجية على الاسطوانة. فالفرق انه من ينطيني حشوة استعمل هذا القانون. عندي هذا الجدول يبين لي انواع الحشوات او الثابت اللي هو الكي خاص بكل نوع حشوة. فاذا كان عندي من معدن الى معدن الكي من 0 الى 0.1، واذا الهارد كوبر جازجت يعني نحاس يكون صلب او صلد يعني حشوة نحاسية، يكون الكي لها من 25% الى 50%. واذا سوفت كوبر جازجت يعني اذا الحشوة النحاسية ناعمة، فيكون لها الكي من 0.5 الى 0.75 وهكذا. يعني هاي نوع الحشوة ينطينيها، اجي منها اطلع الكي، وعلى اساسها راح اعرف انه القوة الخارجية على البراغي. فهذا الفرق في حال اذا انطاني حشوة بالسؤال، قلنا راح نطبق هاي المعادلة، يعني هاي القوة الكلية اللي هي راح تساوي P1 في زائد K في P2.